السلام عليكم، اش اخباركم؟ مزيان بخير؟ كي دوزتوا هذا النهار؟ اليوم نص رمضان، 15 يوم درنا الحوت في العطاء، الحوت بالخضر وداك الشيء. هذا الحوت تعاوتني راه صحي. وغادي نشارك معكم واحد فلون كتحليه كنديروه في السحور، صوبته معكم غير بالبيض طبيعي وصحي 100%، غير بالبيض والحليب. تنظن البيض والحليب راه ما كيخطا حتى شي دار. وهذه الطبيله ديالنا نتوما موالي الخير، فيها الحوت، فواكه، خضار، داكشي اللي صحي اكثر، شويه بقلاوه، فيها مادلين اللي بقى، اتاي اللي ما كيخطا حتى شي دار، ولا صوب وباكيت. نتوما موالي الخير، الخير قدامكم، مرحبا بكم. خليكم معايا باش تشوفوا فلون الكراميل طبيعي ديال الدار. ما تحتاجيش تشري هذاك فلون اللي فيه المواد الحافظه اللي كنستعملوه مره في الحقيقه، ولكن هذا راه زوين لا يعلى عليه، هذا طبيعي تيتصايب اما في الفران. انتم غادي تشوفوا اما ديروه في الفران اما ديروه في الكوكوط. انا حيت داك المول ديال الكيك ديال الكيكه ما تخشاش ليا في الكوكوط، دونك غادي نديرو في الفران. انا غادي نوريكم كيفاش غادي نديرو في الفران، بغيت اللي ما عندوش فران حتى هو غادي نوريوه، حتى هو ما نحرموش، حتى هو كلشي يدير هاد الفلون هذا. يلا ها انتم مع المقادير، خليكم عندي 4 البيضات اللي كبار شويه ولا موين، ويطرود الحليب، وهنا زلافه صغيره السنيده، هذا وفاني، هذاك الساشي ديال الفاني النكهه على حسب الزهوره البيض. وكنحتاج هذا المول هذا ديال الكيك، ديال الكيكه. هنا غادي ندير الكراميل هو الاول اللي فيه 4 المعالق ديال السنيده، السكر السنيده، كي كيقولوا السكر السميد باللغه العربيه، السكر السميد. غادي نشعل على السنيده في الكاسرونه باش تكراميليزا باش يولي كراميل. غادي نخليه كذا، نقص عليه شويه البوطه وغادي نخليه باش يولي. انا كنت غادي ندير، قلت لكم هاد فلون في الكوكوط، ولكن ما جانيش المول، غادي نرجع الفران. صافي هنا غادي يبدا يولي كراميل، هو من بعد ولا كراميل. غادي نكبو في المول هو الاول، هادي ليطاب الاولى. غنزيد معاه واحد شويه الماء، كما تخافوا في الجرة غادي يدوب، غادي يدوب كيبقى يغلي، غادي يدوب، متخافوش. غادا دير إينوكس كيلصق، اللي عندو دوك لي كاسرول ديال الطيفال هادوك حسن، ولكن ماشي مشكل. صافي أنا غادي نكبو في المول، اللي مغسول ناشف ما مدهون ما والو. صافي انا حركته باش يجي في المول كامل لتحت، باش كيعطي داك لا ديكور ديال الكراميل من الكيب. وجد الفلون هنا غادي نبدا نطرب البيض. ها انتم 4 البيضات، غادي نطربهم بهاد الفويي لي بيدي هكا، غطرب ليا داوي، وغندير فاني ديال الفاني، ساشي ديال الفاني، ولي عندو داك الفاني الغبرة، يدير نص معلقة. دابا أنا كنبدا نطرب بالفويي، الصاب ميغشوش في داك اللون، ندير الحليب، يطرد الحليب. نضربو هنا مزيان باش يدوب داك السكر، أو البيض تا هو يتطرب مزيان. صافي غادي ندير داك ليطرة الحليب، تا هو غادي نحركو مزيان. شفتو على فلون شحال ساهل؟ الأغلبية متيعرفوش هاد الفلون، الأغلبية كيعرفوه، يعني شي كيعرف شي يقدر يكون كيعرف، شي يقدر يكون مكيعرفوش. غادي نحركته مزيان، هذا فلون طبيعي كيف قلت لكم. هنا انا درت لك في الكوكوط الماء
الماء شويه الماء ما تجيش عامره لا عاوتاني لا يمشي تنقع يدخل داك الماء. هذا اللي بغى يدير الماء في ما غادي اللي تحط بغى يدير الخليط في ديالك شي مولا. انا كبيت داك الخليط البيض مع الحليب درته في داك المول اللي فيه الكراميل، وغادي نغطيه ب هو بابي كويسون بالالومنيوم. ورقة الألمنيوم، ورقة ضروري تحطوه مزيان هذا باش يطيب حتى مزيان. بعد بابي كويسون بالالومنيوم صاير الختم ديالو، نحاول شي باش ما يتقطعش كنحاول نورك عليه. لا ورقة على الألمنيوم هكا شي في الفران مبقاش مدخلش ليا في ديك الكوكوط. أما إلا في الكوكوط راه دغيا تيطيب 10 دقايق كتسدو عليه الكوكوط دغيا دغيا اللي ما عندوش الفران. سميتو انا ما تخش ليا في الكوكوط مزيان. وانا نديرو هانتوما هنا غادي نخشيه في الكوكوط ما غاديش يدخل ليا. صافي وانا نغير صافي. هنا درت هاد القصديره هادي ديال الكيكه درت فيها شويه الماء غادي نخشيها في الفران تخليه يطيب. هنا راه طاب صافي تقيسو بالموس تلقاوه طاب بحال الفلون بحال داك الفلون اللي كتلقاوه راه جمد بحال هكاك. صافي هنا راه طاب ليا بالفلون. انا خشيت الموس لقيتو ما تيخرج لا فازق لا والو دونك راه ناجح. غادي نغطيه بفيلم اليمونتير غادي نخشيه في الثلاجه نخليه هو كل ما برد كيعقد. خليته هنا شي 3 سوايع وهو كيبرد في الثلاجه. هو من بعد ما برد هو حطيته معكم شفتوا كيفاش جا جا زوين. ما تخافوش من التهريسه ولا هذا وخليه يبات يبرد. انا راه غير حيت نبغي نبغي نتسحروا به صافي. ايوا بالصحه والراحه ان شاء الله في راسكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي اللي اول مره يشوفها. سلام عليكم.